على الخط مباشرة الناشطة البيئية لارا حداد، أهلا وسهلا فيك. صباح الخير. صباح النور. يعني حضرتك اليوم عم نحكي، أنت كمان رئيسة جمعية بيئية ببسكنتا اسمها جمعية النسر، وحضرتك يعني نعم. كمان بينتوا أنه معترضين على هالمشروع. نحن افتكرنا فقط نعم. اليوم الجمعية البيئية، يعني حركة البيئية هن اللي معارضين، أنتم معارضين كمان على هالمشروع، ليش؟ أكيد نحن أول بلشوا بتوزيع الطريق كنا نحن معارضين، وطلعنا على الهواء وحكينا، مش بس أبي راشد، نحن كمان معارضين من سنتين معارضين. يعني معارضين لأنه ما في أثر بيئي للمشروع، بس خلينا نقول عشو معارضين، ما في أثر بيئي للمشروع. أصلا ما في أثر بيئي للمشروع، وبعدين توزيع الطريقة بيكون أكثر من ما لازم ياخذ. يعني توزيعه المفروض يكون ماكسيموم مترين، عم ياخذ 6 أمتار. يعني هلا صارت مشروع الإنارة تغيرت، السلامة العامة تغيرت، المعايير كلها تغيرت، مش دارسينها، مش مقدرين ولا خريطة لنعرف نحن شو عم يعملوا الشباب. نعم، بس في خبراء بيئيين من المنطقة عم ينقال وهن مشاركين وعم يستشيرون من المنطقة عندكم. الخبراء البيئيين، هذا الخبراء البيئيين احنا اصلا ما بنعرف منين، من اي جهة بينتموا. يعني هن بيجوا بينقوا خبراء بيئيين مثل ما بينقوا النواب على اللي هن بدهم اياه. يعني نحن بيلبسونا القميص عثمان من دون ما نعرف شو عم يعملوا، ما مبين ولا خريطة. رحنا على فصيلة بكفية لنشوف هالخريطة اللي عم تتنفذ بالوادي، بيقولوا لي ما في خريطة. كيف يعني عم بتنفذ خريطة وما في خريطة وفي قص كوير؟ نعم. طيب شو بدكم تعملوا لتواجهوا هالمشروع اللي بيأذي وادي الجماجم المصنف يعني موقع طبيعي ما لازم حدا يدق فيه، ما هيك؟ احنا عم نيجي نقول لهم ما بدنا هالقد ضخامه، في ضخامه بشيل الصخور، حرم الصخور، بعدين الاليات اللي حاطينها تحت ما خرجت تفوت بوادي جماجم. هيدا مصنف بيئي، تراث بيئي، هيدا وين بتفوت بالهمر؟ تطلع بالهمر على جبل 15 متر علو، بتبلش ببلشوا هرم بالجبال، هيدا ما له منطقي. لو كان في لجنه خبراء انا بدي اعرف شو هي المعايير اللي عطتها وزاره البيئه وفرضتها عليه للمتعهد. نحن رحنا رفعنا شكوى للغادة عون، ردت الشكوى، ردتها. عم نيجي نحن حقنا هيدا نطالب بحقنا، نحن هيدي البيئه، هيدي مثل اولادنا، الشجر، الصخور، الهضبات، التضاريس، المناخ المحلي، نحن بدنا اياها، هودي مثل اولادنا. نحن ايه، بس توسعه الطريق هونيك يعني مفروض تكون بوادي الجماجم في طريق على الاقل يصير في توسعه لها، ما هيك؟ على القليل وسعوا مترين بس، وعلى الكويه الضيقه وفتوه، ما بدها هالقد. رايحين عاملين تجاره بحر، هيدي اللي بدي اقول اياها، تجاره بحر. ما هي المردود عم نحكي قبل شوي انه هي المردود، ما في اموال بالدوله ليوسعوا الطريق، جابوا كسارة حطوا لتفتيت الصخور، يعني الأموال اللي بتجي من الكسارة بيوسعوا فيها طريق، يعني هذا بيت قصير. عم بيعملوا أكثر من أموال، هيدي أكثر بكثير من أموال، 3 أمتار هيدي بتسد الحاجة لتوسيع الطريق، بس يفوتوا 6 أمتار بعد الجبل ويقصوه وفوق هيدا، وكله بدهم يغيروا العامل الاستثماري. يعني نحن كنا عم نحكي عن عامل استثماري بالوادي لنقول 50 25، عم يوعدهم لاصحاب الملك يلي بالوادي نعمل لكم اياها 100، يعني طلع 4 طوابق بدل ما يكون بيت صغير بقلب الجبل، نضطر نطلع لك 4 طوابق بنعوض لك. يعني الخوف، نعم الخوف مبرر لأنه في مشروع صغير عم ينعمل مشروع كبير، عم بيقولوا في تمويل صغير كمان لتوسعة الطريق اللي هي حق، عم نقول في شركات تجارية عم تشتغل بالمنطقة. طب أنتوا أهالي المنطقة فوق، شو ورقة الضغط اللي عندكم لحتى ما يتطبق هيك مشروع؟ وبدنا نادي وزير البيئة اليوم، يعني الدكتور ناصر ياسين، إنه شو عم بيصير اليوم لما بيصير في مخالفة وما عندك أثر بيئي، وضعك السارة بموقع طبيعي وتفتيت، مين لازم يتحرك؟ مش المحافظ، مش البلدية الموجودة، السلطة المحلية، مين لازم يتحرك؟ نحن حكينا المحافظ، المحافظ ما رد، بعتنا
الجمهورية ووصلت لعند غادة عون رددها قال لا ما فينا نستقبلك اليوم، وهن عرقلوا الحق العام كرمال يطبقوا المشروع تبعهم. بعدين بيقولوا لي الإنّي، أي إنّي عم تحكي؟ بس كنت منا حاجة للإنّي، بس كنت غنية بكل اللي بدك إياه، الموارد الطبيعية وغناها بأهلها، أهلها كل واحد عنده مشاريع وأملاك قد ما بدك تقولي. نحن ناطرين هيك مشروع ليعمل إنّي، هيدا هو الإنّي، نحن إنّينا بالبيئة تبعنا هي موجودة ببسكنتا، هيدي ثروتنا البيئة. كل العالم بتيجي بتعمل سياحة بإيدي بسكنتا، بدنا نعملها متروبول، بدنا نعملها مدينة. شو هالحكي هيدا؟ شو هالحكي؟ الثلج عندنا على 1200. نعم. بعدين وين السلام العامة؟ درستوا للسلام العامة إذا كل يوم بدنا ننزل على الطريق نطلع بالحيطان طبعا الطريق كلها مشقة. يعني ما حدا بيعرف أي متى بينزل الحجر على راسه للواحد، مين يدفع ثمنه هيدا؟ منن هينين شيء؟ بس بدهم يشيلوا يستخرجوا هالصخور وهالموارد الطبيعية ويتاجروا فيها شيء طبيعي. فإذا أنا وياكي لمين اليوم بدنا نقول؟ يعني نحن عن جد لازم نتصل بمحافظ جبل لبنان، عم بحكي أنا وياكي مع بعض عمهلك، بس لحتى نقول انه نحن بدنا نتصل بمحافظ جبل لبنان ان شاء الله. نعم. بكره يمكن نجرب هلا، يعني لانه مش اخذين موعد منه اذا بيرد ولا ما بيرد. نعم. لنشوف في حدا مسؤول اليوم عن تطبيق القوانين. القانون هو الحصول على الاثر البيئي، اليوم مين المسؤول؟ مش المحافظ بالدرجه الاولى؟ مش البلديه لازم تتحرك هوني؟ طب خبرينا على بلديه بسكنتا شو عم تعمل. البلديه من جهتهم، البلديه من جهه الاورانج والمتعهد جهة الأورانج والخبراء الله يستر يمكن يكون من جهة الأورانج والبوشيا والجون والفير. ما نطلع بقى من هالفكر القديم اللي أنا صنطة وما حدا بيقدر يعرقل بلا هيدا حق. بدي يعرقل هيدا الوادي، ممنوع حدا يدق فيه لأنه هيدا مش اسمه حطوه كموقع طبيعي ممنوع حدا يمس فيه. بعدين بدي ذكري على لبنان رايح عامل تعهدات دوليه. نعم. للمحافظه على البيئه وعلى التراث وعلى التنوع البيولوجي وعلى المي وعلى الشجر. شكرا لك. نعم شكرا لك الناشطه البيئيه لارا حداد. طيب